فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم حديث الرجل مع المرأة الأجنبية في أمور الدين والدعوة؟ هل هذا جائز؟ إذا لم يكن فيه فتنة لا بأس، هذا من أجل المقاصد، من أجل الدين والدعوة وتعليمها، يعني في هاتف ولا جوال ولا، لا بأس بذلك، لأن هذا من الدعوة إلى الله. أما إذا كان فيه إثارة شهوة أو فيه غزل أو فيه مضاحكة، هذا لا يجوز. نعم.